فيما يتعلق بالتحليل الوبائي، بحمد الله نشاهد تقريبا خلال 3 أشهر نزول من أعلى مستويات الحالات التي تم تسجيلها والحالات المؤكدة التي تم رصدها في يوم، ونزولها في الآونة الأخيرة بحمد الله، لنسجل ونقترب من تسجيل 10 أيام بحالات يومية دون 1000. هذا النزول شكل حوالي 80% من أعلى مستوى تم تسجيله قبل 3 أشهر تقريبا حتى الآن. طبعا هذه الحالات التي لا نزال نرصدها ولا نزال نلاحظها وهي بالمئات دون 1000 بحمد الله، إلا أنه من المهم أن نتعرف على الفئات التي يتم الرصد فيها أكثر من غيرها. حسب الإحصائيات التي يتم تحليلها ودراستها فيما يتعلق بالأعمار، أكثر من 85% من الحالات التي يتم رصدها حاليا هي في فئة البالغين، وتحديدا معظمها في فئة الشباب. أما ما يتعلق بالحالات فيما بين الجنسين فالحالات معظمها تم تسجيلها في الذكور، إلا أن النسبة الفارق فيما بين الذكور والإناث محدودة. وما يتعلق في الإصابة بين المواطنين السعوديين فقد شكلت الإصابة بينهم معظم الحالات مقارنة بالجنسيات الأخرى في الآونة الأخيرة. طبعا نجدد التوصية للجميع ولكافة الفئات ولمختلف الأعمار وللجنسين وللجميع بأهمية التقيد بالسلوكيات الصحية الوقائية والاحترازات، فهي بإذن الله ستكفل أن تجعل الجميع بعد توفيق الله بخير. وهذا بالذات يتأكد على الفئات التي ذكرنا أنها أكثر انتشار ورصد للحالات فيها في الآونة الأخيرة. وأيضا نذكر الجميع بأن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحمد الله كفلت إلى اليوم نجاحات مهمة جدا، وصلنا فيها إلى هذه المراحل، وبإذن الله باستمرار الجهود وبتقيد الجميع سنصل إلى مراحل أفضل وأفضل، وكافة المؤشرات حتى الآن تبشر بخير.